قولهم معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على الله، فما توجيهكم في ذلك؟ هذه كلمة عربية فصيحة ظاهرة المعنى، فإنه لا إله لا نافية إلا الله وإلا مثبتة، فلا إله إلا الله تنفي ألوهية أي أحد إلا الله جل وعلا، لا إله إلا الله فهو الإله الحق، وهذه من تعبيرات الصوفية التي ساقها السائل جزاه الله خيرا. الكلام العربي تفهم أبعاده من لغة العرب، فإن لا حرف نفي، لا إله لو نطقت هكذا لا إله معناها لا يوجد إله، فلما أكملت إلا الله فمعناها لا إله معبود بحق إلا الله، لأن الآلهة كثيرة في الحقيقة لكنها آلهة باطلة، فالكفار لهم آلهة ويقولون أآلهتنا خير أم هو، لما ذكروا عيسى بن مريم عليه السلام قال الله عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا، فهي لهم آلهة. وقصة موسى عليه السلام لما اجتاز البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إلى آخره. فالآلهة كثيرة، أفرن اتخذ إله هوى، لكن الإله الحق هو الله جل وعلا، فالله مستعان.